يعيش العراقيون أياماً لا يملكون فيها غير مؤونة وهم وحلم وأمل، بلا طريق سلس ولا وضوح لما هو آت. فكيف سيتصرفون بعد أن صار مصيرهم مهدداً بارتفاع وانخفاض الدولار من جهة، وتقليص الراتب أو غيابه الطويل من جهة أخرى؟ وهل سيجرؤون يوماً على أن يحلموا بحصتهم من النفط؟ أم هل سيجازفون بالخروج في تظاهرات خاسرة سلفاً لأنها مخترقة بامتياز؟ أم سينتظرون فرجاً طال انتظاره وضعفت الآمال بتحقيقه؟ الأسئلة كثيرة، والهموم العراقية كبيرة، والأزمة الحالية خطيرة، أما أحلامنا فستظل أمامها صغيرة جداً وفقيرة.